شدد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على تشجيع الاستثمار الفلاحي في الجنوب حيث تتوفر كل الظروف والإمكانات، كما دعا رئيس في اجتماع لمجلس الوزراء خلال دراسة عرض قدمه وزير الفلاحة حول متابعة سير حملة الحرث والبذر لموسم 2023-2024 إلى الإسراع في تسوية الحالات العالقة في ملف استصلاح الأراضي منذ سنوات، وذلك بمنح مستصلحي هذه الأراضي وثائق تمليك كما ينص عليه قانون استصلاح الأراضي. وأكد رئيس الجمهورية على ضرورة مرافقة مهني القطاع الفلاحي بإدخال التقنيات الحديثة وتغيير الذهنية لخلق ثورة في هذا المجال الاستراتيجي الذي تعول عليه الدولة في تنمية الاقتصاد الوطني. أعطى مجلس الوزراء برئاسة الرئيس عبد المجيد تبون الضوء الأخضر لمشاريع القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بقطاع التعليم العالي، كما ثمن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مجهودات وزيري التعليم العالي والبحث العلمي والمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة لتضافر مساعيهما في التنسيق بين القطاعين والدين ديناميكية الاقتصادية التي تم خلقها حسب بيان لرئاسة الجمهورية. أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أمس لدى ترأسه اجتماع لمجلس الوزراء على أن مشروع سحق البذور الزيتية كوتاما بولاية جيجل سيدخل مرحلة الإنتاج الفعلي في جوان المقبل ليكون قيمة إضافية مهمة لتمويل السوق بمادة الزيت. أما بخصوص الجانب الفلاحي في المشروع فقد وجه رئيس عبد المجيد تبون إلى وزير القطاع بإعداد تصور جديد بخصوص المزارع نموذجية لمواكبة توجه البلاد نحو العصرنة الهادفة إلى خلق إدماج وتكامل بين الفلاحة والصناعة وكل قطاعات الحكومة. أصدر عدد من ولاة الجمهورية قرارات بإعادة فتح أسواق المواشي بعد شهر من غلقها بسبب انتشار الحمى القلاعية في بعض الولايات، تزامنا والشروع في حملة تلقيح واسعة للوقاية من انتشار هذا المرض. كما يأتي هذا القرار بفتح الأسواق التي تم غلقها في 24 من شهر ديسمبر من السنة الماضية في إطار الإجراءات الوقائية الخاصة بمكافحة داء الحمى القلاعية. استقبل وزير المالية العزيز فايد وفدا عن الصندوق الدولي للتنمية الفلاحية قيادة رئيسه ألفارو لاريو، حيث تطرق معه إلى فرص التعاون الثنائية، أين أكد الوزير بهذه المناسبة على أن الجزائر والصندوق الدولي للتنمية الفلاحية يتقاسمان نفس القيم والأهداف، سيما فيما يخص مكافحة الفقر والمجاعة والفوارق في العالم. وأضاف أن الأسباب التي كانت وراء إنشاء هذه المؤسسة لازالت قائمة بالنظر إلى الظرف العالمي الذي لازال قائما. كما أبرز الوزير فايد إرادة الحكومة الجزائرية في جعل قطاع الفلاحة أداة لخلق الثروة ومناصب الشغل ومساهما في تنمية الصادرات خارج المحروقات. من جانبه أكد لاريو على إرادة مؤسسته في تعزيز العلاقات مع الجزائر.